هذا صحيح؟ أين جبل الماس الذي يعمل فيه؟ عدنا إلى قصة الألماس. لكني متلهفة لسماعها. ونحن نود سماعها. حسب ما قرأت في رسالة والدي، هنالك قصر قديم يوجد قرب حيدرآباد، وهي أبعد من بومبي حيث كنت أعيش هناك مع والدي. القصر أيضا من الألماس؟ لا، وإنما منجم والدي يقع في تلك الأنحاء. إذا الجبل مملوء بالماس، أليس كذلك؟ لوتي، ليس كذلك. هذا يكفي، لا تقولي كلاما سخيفا للطفلة الصغيرة. لوتي، إذا كان لدى أبيها جبل الماس فهذا يعني أنها غنية جدا. ولكن سالي تتخيل أنها ابنة مليونير، إنها تحلم بذلك فقط. كنت أتكلم فقط عن رسالة والدي وهو لا يكذب. صحيح، والد سالي يملك جبل ماس، ولهذا لافينيا لا تعرف شيئا عن الماس. أنا أعرف، لدى والدتي كثير من المجوهرات النادرة وخواتم الألماس، وكل واحد منها ثمين جدا، يساوي على الأقل أجرة رجل لعام كامل. ولكني سمعت أن تلك الماسات جاءت من قارة إفريقيا. لم أسمع أن الماس موجود في جبال الهند، لم أسمع أبدا. على الرغم من أني لا أرغب في مجادلتك، فإن والدي لا يكذب، ولأن رسالته تقول إنه اشترى منجم الماس، لهذا فإن الماس موجود أيضا في الهند لعلمك. إذا كان كذلك، كم هي الكمية؟ حسنا، لم يخبرني والدي بكمية الماس. ماذا؟ هذا يعني أن والدك يتخيل أنه أصبح أغنى رجل في العالم؟ تماما مثل ما تتخيلين أنت أن تصبحي مليونيرة، فاستطاعت كل واحد أن يفعل هذا، أليس كذلك؟ وأنت أرمنغارد، ما رأيك؟ هل تخيلت أنك أصبحت جميلة؟ أنا لا أستطيع لأني ثمينة، لأني أكل كثيرا دائما. هل سمعتما ماذا قالت أرمنغارد؟ إنها تعرف نفسها جيدا كما يبدو، ولكن سالي لا تعرف ذلك، رغم أنها لا تليق لأن تكون مليونيرة. هذا هو رأيي بصراحة. لافينيا، ماذا تريدين؟ إن تخيلت أن تصبحي شخصا معينا، هذا شيء تفعلينه في مخيلتك، لا ضرورة لربطه بشكلك، إنه مرتبط بتفكيرك. هل هذا هو رأيك يا عزيزتي؟ حسنا، يمكنك أن تتخيلي نفسك أنك ابنة مليونير كما تشائين يا عزيزتي. حسناً، من الآن سأناديك أيتها المليونيرة الصغيرة الجميلة. إنك لا تمانعين، أليس كذلك؟ يا آنسات، لدينا مليونيرة في هذا المعهد. يا صاحبة الملايين الكثيرة، أطلب منك معروفاً، وهو ألا تنسين من حسناتك وعطفك وكرمك يا عزيزتي. عن إذنك. لافينيا، لماذا تصرفت هكذا؟ ما بك؟ قولي لافينيا، هل تكرهين سالي؟ أنا أكرهها، ولماذا؟ لا أصدق أنها ابنة صاحب أكبر منجم للماس، لا أصدق هذا. يا إلهي أنساتي، هل لديكن سر؟ نعم صحيح أنسة إيميليا. لافينيا. حسناً آنسة إيميليا، سأخبرك، قررنا اليوم أن نسمي سالي بأميرة الماس. سالي أميرة الماس؟ أظن أن هذا اسم ملائم لممثلة تلاميذ الصف في هذا المعهد. هذا الاسم مدهش، أنا متأكدة أن الأنسة منشن ستكون مسرورة أيضاً. يا أختي، هل سمعتي؟ سمعت أن التلميذات بدأنا ينادين أنسة كروي أميرة الماس. هذا مدهش، أصبح لدى المعهد أميرة تدرس كتلميذة. إيميليا،
إذا كانت الفتيات سعيدات فداري شعورك أنت. لكن يا أختي إيميليا، أنا وأنت وصلنا إلى هذه المرحلة بجهودنا، وهناك دروس يجب ألا ننساها. يجب أن تكوني جادة في عمل الأشياء. يجب أولا التأكد من قصة منجم الألماس هذه. حسنا، لكن كيف؟ أنا ذاهبة إلى مكتب المحامي. إنه وكيل السيد ليفي كروي في لندن، وستكون لديه المعلومات الحقيقية عن منجم الماس. نعم يا أختي. حسنا، سأترك الأمر لك. شكرا. أهلا آنسة منشن، لم أعلم أنك ستأتين إلى مكتبي. لقد شرفتني بالزيارة يا آنسة. لقد سمعت أن والد الآنسة سالي اشترى منجم ألماس في الهند. أوه نعم، لقد كتب السيد كروي للآنسة الصغيرة. هذا صحيح آنسة منشن. إن والد الطفلة سالي اشترى منجم ماس في الهند، ومن أكبر المناجم في العالم. من أكبرها؟ هل ما تقوله صحيحاً؟ بكل تأكيد، لأنني استثمرت كثيراً من أموالي في منجم السيد كروي، وأنا واثق من النتيجة. آنسة منشن، أظن أن لديك ريبة عن احتمال عدم وجود الماس في الهند، أليس كذلك؟ نعم. بما أنني استثمرت فيه درست عن الألماس قليلاً، رجاء انظري إلى هنا. هذه الألماسة وزنها 100 قيراط، وتدعى كورنول، وقد وجدت في الهند، وهي موجودة الآن في بريطانيا. وهذه الألماسة وزنها 140 قيراطا، وجدت أيضا في الهند، واشتراها أمير توسكانا. وهذه الماسة تدعى أرلوف، وقدمت لكاثرين الثانية في روسيا. الألماسة التي تدعى الأمل معروفة منذ زمن بعيد بأنها تجلب النحس لمن يملكها. معظم الألماسات المشهورة وجدت في الهند. ما بك يا آنسة منشن؟ آنسة منشن، ما بك؟ يبدو عليك الاضطراب يا سيدتي. لا شيء، والد الطفلة يملك منجما ينتج ألماسا كهذا؟ هذا صحيح آنسة منشن، أنت وأنا سنحصل على ثروة جيدة من خلال علاقتنا بالآنسة الصغيرة. على كل، سمعت أن عيد ميلاد الصغيرة سيحل قريبا. الحقيقة أن سيد كروي قد طلب مني أن أشتري لها هدية، ولهذا أفكر أن أشتري لها شيئا ثمينا مني أنا شخصيا. آنسة منشن، وجب علي أن أطلب منك أن تقيمي حفلة في القاعة الكبيرة. حسن جدا سيد بارو، معهدنا ينوي أن يقيم حفلة عظيمة بهذه المناسبة. أنا سعيدة. شكرا. أخبريني، هل قصة الماس صحيحة كما علمنا بها؟ نعم إنها صحيحة. مدهش. هدئي نفسك. لكن يا أختي. ولكن أين سالي أميرة الماس، فخر المعهد؟ لا.
آنساتي اسمعنا، لدي شيء أخبركن به. عيد ميلاد الآنسة كروي سيحل قريبا، ولهذا قررت أن أقيم حفلة عيد ميلاد هنا في المعهد لأميرة الماس بوجودكن جميعا. أريد من الجميع أن يفكروا بشراء هدية عيد ميلاد لطيفة للآنسة كروي. بالطبع أنني أفكر أن أشتري لها هدية ثمينة بصفة المربية. سالي، أريد أن أكلمك عن الهدية، تعالي معي يا عزيزتي. شكرا آنسة منشن. هذا رائع. عزيزتي، لقد قررت أن أقدم لك ثوبا جديدا جميلا لتلبسيه يوم عيد ميلادك. شكرا. لا يجب أن تكوني متحفظة. والآن آنسة كروي، هل تعرفين خياطا مشهورا؟ لا، لا أذكر أحدا في لندن. أنا أعرف يا أختي، هناك محل خياطة مشهور دوما أتلهف لزيارته. إيميليا، لا أسألك أنت، أنا أسأل الآنسة كروي. عفوا. تذكرت، أعرف واحدا ذهبت إليه مع أبي. عظيم، إذا سنذهب إلى هناك آنسة كروي، رجاء جهزي عربتك في الحال. حاضر يا آنسة منشن. شكرا لك جدتي. بيتر، أنت تعرف المكان الذي وجدت فيه إيميلي، أليس كذلك؟ نعم أعرفه. إذا خذنا إلى هناك. حسناً يا آنستي، هيا. حسناً، يبدو أن هذا المحل جيد، دعينا ندخل الآن، هيا بنا. أهلاً بكما. أهلاً، تفضلا. أنت سالي؟ نعم يا عمي. حسناً حسناً، ماذا أسميت اللعبة؟ نعم تذكرت، إيميلي. نعم إيميلي، كيف صحتها؟ جيدة، إني أهتم بها كثيراً يا عمي. يا إلهي، إيميلي كانت في هذا المحل، ولكن دعونا نرجئ هذا الآن. حاضر يا آنسة منشن. يا سيد، حضرت لأشتري ثوبا لعيد ميلاد الآنسة. هذا لطف منك يا آنستي. أريني ثوبا يليق بهذه الآنسة إذا سمحت. ما رأيك بهذا آنستي؟ ما أريد شراءه هو ثوب يكون أجمل وأثمن. إذا ما رأيك بهذا؟ جميل، ولكن هذه الطفلة الوحيدة لصاحب منجم ماس، يدعونها أميرة الألماس في المعهد عندنا. ألا يوجد لديك ثوب يليق بمثلها؟ لطفاً آنسة منشن، الثياب للأطفال وأفضلها هو الأكثر راحة وملائمة لهم،
إذا كنت مهتمة بشراء ثوب ثمين من الأفضل مثلا أن تخيطيه من الألماس. ماذا؟ الذي يلبس الثوب هو الآنسة الصغيرة، ومن الطبيعي أن تختاره الآنسة الصغيرة أيضا. إذن اختاري ثوبا آنسة كروي، وبعدها نذهب لنشتري حذاء جميلا. حاضر آنسة منشان. فيكي، فيكي، أستغرب أين تذهب تلك الفتاة عندما نحتاجها. أين تختفي؟ فيكي، فيكي. فيكي، فيكي، ماذا تفعلين في هذا المكان؟ ماذا؟ لا شيء. لقد أتعبتني وأنا أبحث عنك، جئت تستريحين هنا خفية عني. لا، لا أريد أعذارا. تعالي اتبعيني بسرعة. نعم سأفعل. الآن آنسة سالي، أظن أنك اكتفيت شراء اليوم. نعم، شكرا جزيلا لك آنسة منشان. هذا جيد، إذا سأحتفظ بهذا الثوب والحذاء حتى يوم عيد ميلادك. نعم. وأخبري والدك بذلك حتى يكون على علم. أتفعلين سالي؟ نعم آنسة منشان. دبوس جميل. فيكي، لماذا تتلكئين في العمل؟ لماذا كل هذا التأخير يا كسولة؟ متأسفة جدا. حسنا، بعد انتهائك نظفي هذا. نعم حاضر. آنستي، تعالي. فيكي، هل هذه منك؟ نعم آنستي. فعلا كما توقعت، عرفت في الحال أنها منك. شكرا لك. لا، أردت أن أعطيك إياها كهدية عيد ميلاد. أتعجبك آنستي؟ تعجبني بالطبع حبيبتي، أنت صنعتها بنفسك؟
أنا خجلة لأنني قصصت شالي وصنعتها لك كهدية. ماذا؟ قصصت شالك؟ لا تخافي عزيزتي، لقد اهترأ، ولكن القطعة التي قصصتها من الشال لن يراها أحد أبدا. فيكي. شكرا، أقدر ذلك لك عزيزتي. عزيزتي. بكيت من فرحي لشعري بك. نعم، كنت مسرورة بالثوب والحذاء الذي اشتريته الأنسة من شلي، ولكن سروري كان أكبر لحصولي على هديتي بك. في يوم الاحتفال بعيد ميلاد سالي تلقت الكثير من الهدايا، وكانت هدية بيتر الحصان الصغير هي المميزة لديها، لكن كل الهدايا لم تكن تساوي عندها اللعبة إيميلي التي اشتراها لها والدها.